يعني نجرب بس نجرب نجرب اهو ده حلو قوي هو ده احنا عايزينه. قال لي انت عايز ايه بقى؟ هو شكل اللي بيضرب. قال لي انت عايز ايه بقى؟ انا متاكد انك كنت ضايف 203 تيست. عايزين تعال نجرب الاول نقول له يس عشان يسيف جوه الداتابيز. طب وروح يوز ده بيعمل ايه؟ لا 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 ثواني يا دكتور هو مكتوب ثواني عليك يا ثواني ثواني بعد اذنك بعد اذنك بيقول انا ثواني عشان من ايوه ما هو موضوع كبير موضوع خطير. طيب المهم هتلاقي قاعدين في رساله لازم يعني بدع هنكتب ايه نفتح الداتابيس كان كام 99 55 80 80 80 وبعد كده ايه اسمه ايه سيدو اسمها ايه اي بي اكس رحنا الداتابيز انا لسه ولا دوست ولا يو ولا يس ولا اديته اي قرار في اي حاجه ما ادوش لسه قراري افتح لي اهو هروح على الداتابيز بتاعتنا اتش ار باسورد اتش ار اخش على لوجن اسجل ما تقلقش خلاص دخلت على الاوبجكت براوزر ادي جدول الديبارتمنتس اللي احنا شغالين عليه اقول له اعرض لي الداتا صح كده اعرض الداتا بتاعتنا ايه لا دول 27 رو تعال نبص كده على نيكست هنا كده في 203 ادي 203 210 220 230 240 250 260 270 ماشي تعال نجرب اول حاجه ايه يس طلع لي ايرور هنا ماشي قال لي الديبت اي دي برامج ده صح ده سليم قال لي خد بالك انت لما جيت سيفت البرامج كي ماله اتكرر البرامج اتكرر ازاي يعني عايزين نضيف ده هو ده القضيه بتاعتنا هو ده المفروض يروح هو ده المفروض ايه يروح ما راحش قلت له طيب قد يكون ده بسبب اول رو هقول له ايه ادابتر دوت كونتينيو ابديت اون ايرور يعني لو كان في اي اخطاء شغال فاهمين فكرتها دي ولا ايه؟ كونتينيو ابديت اون ايرور يعني طول ما حصل خطا كمل لو حصل اي اخطاء في التوصيل ايه؟ كمل عادي يعني لو حصل خطا جه يضيف جدوى جه يضيف صف لقى متضاف كمل عادي كمل عادي خلاص سيبك منه خش في غيره بدل اللي جه يضيف صف ما لقاهوش موجود فضافه عادي خلاص ماشي شغال طلع خطا مثلا جه يعمل ابديت فلقى ان القيمه ما تنفعش هيكمل خلاص فهمني طيب نجرب كده المره دي اما اعمل رن اهو قلت له يس عرض خلاص المفروض هو شغال المفروض كان يعرض لنا في الجريد ده مش عارف طب نروح شوف الداتابيز اللي حصل بص على داتا سبعة وعشرين زي ما هو الديبت عملت فريش قلت لعل وعسى يعني يكون بس ما حسش شو بيحس على طول اول ما بيدوس على اي حاجه
تحدثش. ليه يا ترى؟ واقف كده وريني ملف اكس ام ال اللي احنا كنا حاطينه. وممكن يكون بيضرب ليه؟ اقول لك انا ممكن يكون بيضرب ليه. ايه ده؟ ده فضي. عشان كده لما جه عرض عرض فاضي صح؟ طب نعرف كده اللي في عدد دلوقتي الالس بي قال له ال غيرت اكس اللي عندك بيساوي البيتا الفاضي. ايه؟ مش في الالس تحت احنا كنا بنقول له ال بيساوي الاب كيلو؟ لا الكلام ده امتى؟ امتى بس احنا مرتبين امورنا بس. امتى؟ بعد ما يعمل كومبير ولا قبل ما يعمل كومبير ولا امتى؟ بعد ما اعمل كومبير. بعد ما اعمل كومبير ها؟ مش في الس تحت؟ هنا هو خالص؟ بعد دي خالص؟ اهي تمام. لا دي الالس ده دي. دي لو ما عملش لو كومبير لو طلعوا زي بعض. لو طلعوا زي بعض هيعدي انا مش هلاقي حاجة. لما يعدي ما لقيش حاجه هيعرض قبل تيبل تيبل فاضي. تصدق ولازم برضو نقط لما ما يلاقيش حاجه إلس يعني هنا لو ما لقاش حاجه هيخلي قبل تيبل تيبل برضو بيساوي اللي جاي من الداتا سيت دوت تيبلز اللي اسمه ديبت. برضو في حاله ان هو يعني ايه في حاله ان هو لا الاكس ام ال هو هو اللي مين يعني في حاله دي. بص خد بالك معايا هو بيكمبير هنا خلاص. ده الكومبير ده الكود بتاع مين؟ بتاع الكومبير. الكلام ده يحصل اللي انا معلم عليه دلوقتي جوه الكود ده في حاله ان هو الاثنين مش زي بعض. الاثنين مش ايه؟ مش زي بعض. إلس معناها الاثنين زي بعض. طالما الاثنين زي بعض خلي ابدو تيبل تيبل اي واحد فيهم. اي واحد ايه؟ اي واحد فيهم. يبقى احنا كنا عاملين غلطه مش عارف برضو فين في الكود. هنا بقى اللي هو بتاع الاكس ميل. لو ملف الاكس ميل مش موجود اصلا. لو ملف الاكس ميل مش موجود اصلا برضو هياخد اللي موجود من الداتابيس. برضو هياخد الموجود من فين؟ من الداتابيس. خلاص؟ طيب ملف الاكس ام ال دلوقتي مختلف. طب احنا دلوقتي عشان نبدا صفحه جديده مع بعض ونشوف اللي بيحصل ايه بالظبط انا هرمي الايه ملفات الاكس ام ال دي خالص. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. هرن عرض عادي خلاص. هروح اضيف واحد جديد اهو. بس ما تنسوش عشان احط لوكيشن مظبوطه واحط مانجر مظبوط عشان ابقى ايه عشان متاكد ان هو ما رفضش بسبب ان المفتاح الخارجي بتاع جدول احنا مش شغالين عليه اصلا رافض او حاجه زي كده. فانا هجيب مثلا اللوكيشن 1700 المانجر مثلا 205 خلاص. قسم هسميه 111 اسمه ايه تيست. وقلت له اد. لما عملنا اد دلوقتي جه ضاف جوه مين جوه الابديت تيبل تيبل صح. ونوت لما الاكس ام ال ده اما ده بيقوم الاكس ام ال بيرمي مين؟ الابديت تيبل تيبل. فالمفروض ان هو دلوقتي رمى كل الملفات دي اهي. افتح كده واحد منهم ادي الملف بتاع البيانات موجود اهو 111 اهو اتضاف اهو خلاص كده. المهم دلوقتي في ايه؟ النور قطع الجهاز فصل قفل الجهاز ما سيفش ما 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 الى اخره خلاص كده. هيرجع يفتح تاني هيقول استنى ملف الاكس ام ال مختلف عن مين؟ الداتابيز صح كده؟ المفروض لما ادوس له يس دلوقتي يجي لي هنا ويحاول يعمل ابديت هنا صح؟ قلت له يس. قال انا هعمل هنا فعلا دلوقتي. قلت له وريني تيبل كده دلوقتي شكله عامل ازاي؟ قال لي ده التيبل اهو ودي كل اللي فيه بما فيهم كام؟ 111. قلت له حلو قوي هو ده المطلوب. هتشوف هيعدي السطر ولا مش هيعدي السطر ده؟ قلت له اف 11 عداه. تعال نشوف الداتا تيبل دلوقتي اهي وريني كل اللي فيها 111 موجود فيها. هل بقى يا ترى ظبط الكلام ده جوه الداتا بيز؟ ٢٨ لو احنا هنا بصينا عليه ١١١ اهو اول واحده اتضاف. الله تمام اهو. يبقى جربنا اول ايه؟ اول تجربه. اول تجربه واحده منهم ده فاضل تجربتين النو والكانسل. اهو كده عملت قال لي الكلام ده كله طلع الكلام ده كله.
ان الحاجات دي ومطلعك العلامه دي اوتوماتيك، قال لك لان كل ده ما تمش فيه تعديلات. ما هو ايه؟ لان هو ضرب ايرور فيهم، مش هتقول كونتينيو اون ايرور. يعني لو حصل اي خطا وانت بتعمل اي تعديلات كمل، فهو علمك على كل دول، قال لك دول كلهم ما قدرتش اتعامل معاهم، قدرت اتعامل مع الاخير ده. تقول طب ما ده الصح، نقدر نقول ان ده الصح. ليه؟ لان الوقت يعتبر كل دول لم يتم تحديثهم اي بيانات الا ده، ولا احنا غلطانين كده؟ تمام قوي. تعالى كده قمت قايل له ديليت يا عم الصف اللي هو يلا مع السلامه. واي قلبي ده تو ايدي فاضي. انا وقفت عليه على عاده. ايوه ايوه. ايه ده ليه لقاهم غير بعض ليه؟ ما عملش نشوف هيحصل ايه. ايوه ماشي، بس هو ليه قال لي ان هم مختلفين؟ قال لي ليه مختلفين ليه؟ هنشوف دي دلوقتي ليه مختلفين. لا اكيد بيكمبير حاجه غلط، هو بيكمبير حاجه غلط اكيد. دي مالهاش دعوه بالموضوع، مالهاش دعوه بالموضوع، دي بيرجع غلط في الكمبير. بس دلوقتي بس انا هاج نوت كده وقايل له ايه واحد واحد واحد، قمت قايل له ايه ديليتو، دلته اقفل كده. الاكس مال اللي مش مفهوش الداتابيز موجود، هيقارن يقول لي في اختلاف. مش عايزين بقى، مش عايزين يقيس، عايزين نجرب حاجه ثانيه، عايزين نجرب حاجه ثانيه. اجرب ورن قال لي في اختلاف، هقول له المره دي نو نو نو. معناها ايه؟ هشتغل على الاكس ام ال وزود سيفنج نو من غير ما اسيب الداتابيز، اشتغل على الاكس ام ال خلاص كده. قمت قايل ايه؟ نو مش موجود. كلام جميل قوي، ما هو دي الكارثه الكبيره. ايوه. انت قايل له 112 خلاص. خد بالك بقى، وي لوكيشن 1700 مانجر 114 تيست، هضيف واحد جديد خالص اد كده. الاكس ام ال شغاله، ما فيهاش حاجه اسمها 111 لكن فيها حاجه اسمها ايه؟ 112. وانت مقافل راح كده بقى، عملت حاجه كده الداتابيز فيها 111 الاكس ام ال ما فيهوش 111، الاكس ام ال فيه 112 الداتابيز ما فيهاش 112 خلاص. طب دلوقتي بقى انا مش عارف. تعال نرن على ازر ازر بقى. قال لي سايب، قلت له سايب الاكس ام ال جوه مين؟ جوه الداتابيز. جوه الداتابيز، قلت له يس. كده معناها ان هو قال لي كل ده ما تعدلش الا 112. قلت له ماشي كده معناها ان 111 وريني جوه الداتابيز. رحت على البيانات. اه ماشي 112 اتضاف، بس 111 ما اتشالش. بس 111 اصلا ما اتشالش، يعني اي حاجات تمت اضافتها هيحتفظ بيها. اي حاجات تمت اضافتها هيحتفظ ايه بيها. طب حلو، ما ده كويس ساعات. طب ثواني بقى، لو انا غيرت عملت ابديت تيجي بقى هترى يحس بيا ولا يبقى مش يحس بيا يرسمه خلاص؟ دلوقتي لو جاي كتبت مثلا 111 في الشاشه هنا في الكره دي قلت له ليه، هيتعامل بقى على اساس ان الاكس ام ال دلوقتي الاكس ام ال. اه يعني معناه ان هيديني ايرور اصلا. لا مش هديك، مش هديك ايرور ولا حاجه، بس يقول ان ده مش موجود. لا لو انت عملت حسبت ال 111 مش موجود جوه الاكس ام ال دلوقتي اصلا. تمام، مش موجود جوه الاكس ام ال. فلو ده هدرته ازاي؟ اقول لك مش موجود. طب ما انا دلوقتي انت هتبدا تلف معاك. خلاص بص معايا دلوقتي، انا دلوقتي بقى عايز اعمل حاجه ثانيه خالص. انا عايز اقول 112 ده اللي هو على 114 1700، قمت قايل له انت تيست
شارتا تيست. عملت ايه الوقت انا؟ عملت تعديل. قلت له ايه؟ ابديت. قال انا ابديت. قلت له ماشي ابديت عادي، انا مش كنت معلم على حاجه، ماشي كمل ابديت عادي. عمل لي ابديت عادي خلاص كده وتسيبت في الاكس ام ال. قلت له طب مع السلامه انت كده. الاكس ام ال بقى في حاجات متحدثه، في حاجات ايه متحدثه، وفي بيانات مش موجوده فيه، في بيانات مش موجوده ايه، في موجوده جوه الداتابيز ومش موجوده جوه ملف الاكس ام ال. لكن كل موجود في الاكس ام ال موجود في الداتابيز، ما عدا في حاطه اتغير اللي هو اسم الايه اللي هو تيست تيست. اعمل رن اخد الاكس ام ال احطه جوه الداتابيز. قلت له اه. خد كل الداتابيز دلوقتي وحطها جوه الايه والاكس ام ال. ضرب لي هنا بس. هل يا ترى هو هنا قال لي ايه؟ قال لي البي كي اتكرر. البي كي اتكرر معنى كده ان هو عايزني امسح كل اللي في الداتابيز عشان اقدر اعمل العمليه دي، عشان اقدر يعني. هو دلوقتي بيضرب بسبب البرايمري كي موجود. طب ما احنا عارفين ان هو موجود، هو انت بتضيف، هو المفروض ان هو بيعدل، ان هو هيعدل، هو ما بيعملش كده دلوقتي. الدليل ان انا هلاقي الواد ما عدلش، اكيد ما عدلش اكيد، لان هو ضرب بسبب ان البرايمري كي اتكرر. معناها كده ان هو بيعمل ايه؟ بيضيف. انا عايز اجرب بس قلقان، انا هضيع البيانات بتاعت الاخ ده. اقول لك على حاجه حلوه عشان ما اضيعش البيانات. هقول لكم على حاجه عشان اجرب. هو المفروض دلوقتي يعمل ايه؟ يعمل ديلت الداتابيز وبعد كده ايه؟ يحدث. يعمل ديلت الجدول وبعد كده يعمل ايه؟ يحدث. نعم. انا عملت باك اب دلوقتي. ما هو الباك اب الاكس ام ال بتاعه. هلا دي حاجه ثانيه بقى؟ موضوع ثاني خارجي. موضوع خارجي يعني. ممكن اعمل باك اب بكذا طريقه يعني. طرق كتير جدا يعني. عايز نود؟ عايز نود. ماشي على العموم يعني. ممكن نطلع على الهوم كده هباك اب البيانات دي عشان لو حصل اي حاجه نعرف ايه؟ نعرف نرجعها. اخش على يوتيليتيز واقول له داتا لود وانلود. قلت له اخرج بيانات من الداتابيز انلود. لود طبعا ادخل جوه الداتابيز. قلت له انلود انا اخرج بيانات من الداتابيز. قال عايز تخرجها كملف تكست ولا تخرجها كاكس ام ال؟ زي ما انت عايز. قلت له انا عايزها كملف اكس ام ال. قال لي انه سكيما بتاعت الاتش ار؟ قلت له ايوه. قال لي انه جدول من الجداول؟ قلت له جدول. انا عايز جدول الديبارتمنتس بس. نيكست. قال لي عايز انه حقول؟ قلت له كله الحقول. اكسبورت اس فايل وطلع لي كانها ملف. قلت له انلود داتا اسحب لي البيانات. اسحب لي البيانات. قال لي هداونلودها لك. قلت له داونلودها لي يا اخويا. خلاص كده خلاص بقى اعمل لها داونلود والبيانات موجوده عندي. خلاص كده عملت باك اب خلاص. المهم انا بقى اعمل طريقه ثانيه برضو. ان انا هقوم جاي هنا على ملف الاكس ام ال بتاعنا برضو. هو ملف برضو مهم في بيانات. اخده كوبي كده عشان لما نيجي نجرب الدنيا ما ايه ما تبصش. وجوه النيو فولدر ده قمت عامل ايه؟ بيست. خلاص بالبيانات اللي هي السليمه اللي يعتبر سليمه اللي يعتبر ايه؟ سليمه. ده النيو فولدر مش هيتمس، مش هيقين فيه باك اب لينا احنا، الباك اب بتاعنا احنا عشان ايه لو حصل اي مشكله يعني. وانا هعمل ايه بقى؟ هضطر ان انا قبل فين الابديت دوت ابديت؟ قبل ما احدث هنا هقول له ايه؟ عايز اقول له ادابتر دوت الديليت كوماند دوت اكزكيوت. وتشوف هيقدر يدلت ولا مش هيقدر يدلت. مش هيقدر يدلت البيانات دي كلها ولا مش هيقدر يدلت. طب خد بالكم من حاجه، هو دلوقتي في كسور ضحكوا علينا. ادابتر دوت ابديت دلوقتي ما بتعملش غير الانسيرت. واخدين بالكم من القضيه؟ ادابتر دوت ابديت دلوقتي ما بتعملش غير الانسيرت بدليل ان هي بتضرب بسبب برنامج كي. ما بتعملش ولا ابديت ولا بتعمل ديليت. ما بتعملش ولا ابديت ولا بتعمل ايه؟ ديليت. قلت له ماشي تعال نجرب كده لما نشغل الديليت. قلت له يس هيضرب في الديليت. قال لي نل مش قادر اروح له. قلت له اه يبقى انت كمان ما جنريتش الحاجه. قلت له خلاص يبقى الادابتر دوت الديليت كوماند دوت كوماند تكست نص الامر اللي عايزك تعمله اللي هو قلت له ديليت فروم
ايه اديته الجمله البيلدر ما كونش الجمله قد يكون في حاجه انا اللي غلطان فيها. نعم ينفع تشوف الاسطر المعينه تشوفها ممكن تورث وتشوف حاجات معينه لا السورس لا ممكن يعني الملف ممكن وقت انا عامل مثلا كلاس من الادابتر او من او من غيره واقدر اتعامل معاه ما اقدرش اشوف الاكواد اللي هم كتبوه الا لو ضرب ايرور جواه هو ساعتها اباظ بس استحاله لا استحاله ليه الا ايه اللي استحاله خلاص خلاص اول وقت اعمل العمليه دي الوقت المفروض يشغل الديليت وبعديها يعمل مين الابديت قلت له كده يس مش قادر مش قادر بسبب ان هو بيقول لي نار ريفرنس اكسبشن لازم اعمل له اوبجكت لو عايز ديت كوماند يستلم كوماند كوماند متظبط وكل حاجه متظبطه فيه مش قادر ياخدها بشكل مباشر يعني مش فاهم ليه يعني البيلدر ما يمشي بواجبه فعشان ما ضيعش وقت انا ابص عليها تاني البيلدر ليه ما يمشي بواجبه لو كان قام بواجبه كان يبقى الديليت اشتغل والابديت اشتغل والكل كان ده كله اشتغل خلاص بس العجيب ان هو بيعمل انسيرت اشمعنى هو بقى ايه دي هو ده السؤال يعني انت دلوقتي عملت انسيرت الابديت مش شغاله والديليت مش شغاله الابديت مش شغاله والديليت مش ايه يعني البيلدر دلوقتي ما عملش بيلد للابديت والديليت عمل انسيرت هي ضحك انا عمل انسيرت بس اكيد في في سامثينج يعني مش مظبوط في حاجه ممكن يكون عايزنا نديله مثلا بيلدر يعني اسميه ما هو كان مثلا لا 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 ما تخرفش رجع الانسيرت مثلا ولا حاجه لا هو مفيش غيره اصلا مفيش غيرها اصلا خالص فانا عشان ما اضيعش وقت بس اكتر من لازم طب انا لو وقفت كده البيلدر بس انا هسال على سؤال لا مؤاخذه كده هو يعمل نفس ال هيضيف ولا مش هيضيف هو ممكن يكون الكشن بتاع لا بتحدث اللي موجود في الداتا تيبل زي اللي موجود عندك في في اللي موجود اللي هي مرتبطه بيه في الداتابيز على طول مباشره يعني بتكول الانسيرت والابديت والديليت ستيتمنت فور ايتش انسيرتد او ابديت او ديليتد رو ان سبيسيفيك اريز خلاص اللي هي الداتا رو اوبجكتس خلاص كلام صريح واضح جريح يعني مش محتاج مننا اي تفصيل المهم يعني اما بالنسبه لما بتاخد داتا تيبل اهي لما قلت له جبت لك اللي هي بتاخد الداتا تيبل قال لي برده بتقول برده ايه الانسيرت والابديت والديليت لكل حاجه اضافت او تعدلت او اتحذفت جوه الداتا تيبل بقول لك هو الداتا تيبل ده هو ده اللي هنستخدمه عشان نعمل ابديت للداتا سورس اللي هو مصدر البيانات الاساسي يعني خلاص هقول له يعني سامحك الله يعني نعمل له ايه خلاص هسيبه زي ما هو مش مشكله بس انا وقفت البيلدر فوق وقفت البيلدر فوق صح وقلت له كده رن قال لي اكس ام ال قلت له سيبك انا هشتغل اكس ام ال عادي وهضيف كده مثلا ايه 213 2020 13 والمانجر حد فاكر 114 1700 والنيم الديبارتمنت اندرسكور بيعمل لايك على الديبارتمنت نيم ايه المشكله يعني الجدول ليه فاضي انا ما اقراش حاجه من الاكس ام ال خالص هو الاكس ام ال اصلا فاضي التجارب بتاعتنا احنا قاعدين كده فاضي بس مش فاهم فاضي ازاي قلت له ماشي يبقى احنا كده برضو في الكومبير عندنا مشكله كبيره جدا في الكومبير راحت فين الكومبير اهي الكومبير تيبل لازم اكد كمان ان لازم يكون يعني لازم يكون في بيانات مش معقوله الكومبير وما فيش بيانات في جدول منهم صح لا يعني لازم ازود اف ان التيبل بتاع الاكس ام ال دوت روز دوت كاونت لازم يكون اكبر من ايه اكبر من الصفر لو اصغر من الصفر او بيساوي الصفر
يبقى هتطلع ريتيرن فولس من بدري بدري، هتطلع ريتيرن فولس من بدري بدري. خلاص الكود اللي هو النوع الكامل عشان لو في ايرور على طول. الاخر خالص لو نزل المفروض بعد ما هو ما هيقارن وضاف داتا بيز او ما ضافش بيفضل يكسب ده. لا بيفضل ده لي لو سايب هياخد اكس ميل يحطه جوه الداتابيز فيرميها لي هي هي. خلاص انا زودت بس ان لو كان الجدول عدد السجلات فيه فاضيه ما ايه يرترن فولس وينتهي مش عايزه يكمل. ادوس اف 5 كده يعني فاضي دلوقتي صح؟ طب هو فاضي طلع لي ليه الرساله؟ ايه الرساله دي؟ عشان 30 ايه؟ انا قلت له ريتيرن فولس. ما اقولوش ريتيرن فولس بقى، اقول له ريتيرن ترو. ريتيرن ترو يعني ايه؟ مفيش متطابقين، لانه يعتبر مفيش ملف اصلا. اقول له متطابقين، متطابقين لان اصلا مفيش ملف، ما ينفعش اقول له هاخد ملف اكس ام ال وهو اصلا فاضي. فاقول له ترو ترو خلاص، يعني اعتبره متطابقين، لان اعتبر ان في مفيش اصلا الجانب الثاني، الجانب الثاني مش موجود. جانب الاكس ام ال مش موجود، ما ينفعش اقول له متطابقين ولا مش متطابقين. ما ينفعش اقول له مش متطابقين او متطابقين. فهعمل هرن كده كده طلع لي كله، طلع لي من الداتابيز عادي، طلع لي من الداتابيز ايه عادي. خلاص دلوقتي كده هسايب ملف الاكس ام ال. خلاص انا كل اللي هعمله هو جاي هنا ايه 111 اقول له 113. خلاص مانجر قلنا كام؟ 201. لوكيشن 1700 والاسم اي واي 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 واي. قلت له اد كده ضافوا لي جوه ملف الاكس ام ال، ما ضفناش جوه الداتابيز. مظبوط كده؟ اقفل افتح اجرب كنسل دلوقتي اشوف هي كمان خربانه ولا مش خربانه. كنسل جاب لي من الداتابيز عادي وما شافش اللي احنا ضفناه، ما شافش 113، يبقى كنسل شغال عادي. يبقى احنا عندنا عيب وحيد دلوقتي في مين؟ النو. في النو ان هو ناخد من ملفات الاكس ام ال، وهي اهم حته على فكره. ناخد ملف الاكس ام ال ونكمل على الطاير، ونكمل على الطاير من غير ما نيجي جنب الداتابيز. خلاص قلت له ماشي. يبقى احنا دلوقتي نقطه الحته دي ان هو ياخدها ويكمل على الطاير، لازم يعمل ديليت الاول. احنا مدينا له الجمله اهو صح، كان بيضرب هنا في الجمله دي، كان بيضرب في الايه في الجمله دي، كان بيضرب هنا. يعني لما يجي بنقول له ليه ما جابش الرساله بتاعت ليه ما قلناش كنسل؟ احنا عملنا كده ابقى متساويين لما قلنا كنسل. ما هم كده كده اصلا. صح صح صح. طب عايز اضيف جوه الداتابيس حاجه، عايز اضيف 113 المانجر 205 اللوكيشن 1700 وده اتش 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 واد كده بقى الاكس ام ال مختلف، كده بقى الاكس ام ال ايه مختلف. مش المره اللي فاتت احنا اصلا ضفنا في ما كنسل، يعني هشتغل على الداتابيز نفض الاكس ام ال ده خالص. طب مش المفروض ان انا لما اجي افتح تاني يقول لي انت اصلا عندك اختلاف؟ ما قال لي في اختلاف، ما قال لي الاول في اختلاف، قلت له سيبك عشان على الداتابيز، مش قلت له كنسل؟ ما خلاص قلت له كنسل، يعني خلاص بقى كده، فبقى الاكس ام ال بقى زي الداتابيز خلاص. فهمت؟ فما جه رجع تاني مره قال لي الاثنين زي بعض، ما كلمنيش. قلت له كده رن. هنا بقى هو قال لي اختلف. المفروض دلوقتي بقول له ايه نو؟ عايز اشتغل على التعميم بتاع الاكس ام ال، دوست على نو. شغلنا على الاكس ام ال. حد واخد باله؟ شغلنا عادي. هتقول لي ازاي ولا مش عارف؟ جاب لي 113. ما هو 113 موجود اهو. ما هو موجود. واللي فوق موجودين اهم. وشغلنا على الاكس ام ال عادي. لما قلت نو انا على الاكس ام ال عادي. ماشي. كده على الاكس ام ال زي ما انا. هقول له 114 يلا. مدير 200 وايه؟ 201 1700 وده قلت له سميه بي 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 وضيف كمان في الاكس ام ال وكنسل. الاكس ام ال بقت مختلفه. تعالى رن بقى وقول له يس بقى، عايز اخد ملف الاكس ام ال وسايبه جوه الداتابيز. قلت له يس. بيجي عند الديت ما بي ايه ما بيقدرش يشغلها. فهو هيشتغل معانا عادي، لو شلنا السطرين دول هيشتغل معانا عادي اضافه فقط، لكن تعديلات ما بيشتغلهاش.
والحذف هيهرب منه، والحذف هيهرب منه برضه، والحذف هيهرب ايه؟ هيهرب منه. فانا هزود الحته دي كده على السريع و وهبقى احاول ادور لكم ازاي تعملها من الادابتر على طول. انا هعملها بالطريقه بتاعتنا عليها، اعمل كوماند عادي واقوم مديله الايه، واقوم مديله ال ان هو يمسح الداتابيز، وبعد كده ياخد الملف الاكس ام ال ويحدثه، ياخد ملف الاكس ام ال وايه ويحدثه. فاقول له طب انت مش قادر كده، يبقى انا هعرف اولي دي بي كوماند، اسمي سي ام دي بيساوي نيو اولي دي بي كوماند. مش عايزه تيجي، مش عايزه تيجي، تقول نيو اولي دي بي كوماند. قال لي ماشي، اديني النص او اديني النص والكونكشن. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش يا عم غصب عني. ليد فروم. ايوه قول. طيب انت قدمتي انت كمان شويه يا عمر، نص ساعه، نص ساعه من جد. عيد قال لي اديني الكونكشن كمان. قال لي ممكن اخد الكونكشن على طول مباشره. قلت له ممكن الادابتر دوت الديليت كوماند دوت الكونكشن مثلا، ولا بلاش الديليت كوماند ده عشان خنقنا، هات السيلكت كوماند دوت الكونكشن. خلاص سيلكت كوماند اكيد يعني خدت منه الكونكشن. يعني انا كده عملت ايه؟ عملت كوماند جديد، اديته الامر اللي هو ديليت فروم ديبارتمنتس. قال لي اديني كونكشن، قلت له كونكشن جيبه من من الكونكشن اللي موجود جوه السيلكت كوماند اللي جوه الادابتر. خلاص كده كده اقدر اقول له يا سي ام دي دوت اكزكيوت ايه؟ اكزكيوت نان كويري، اكزكيوت نان كويري. فالمفروض اكزكيوت نان كويري دي هتقوم نسف الداتابيس خالص، صح ولا لا؟ تنسف الجدول خالص، اما تنسف الجدول خالص بعد كده تاخد الجدول بتاعنا بتاع الاكس ام ال وتقوم عامله له ايه؟ وتقوم ضايفاه جوه الداتابيس. فالمفروض يتضاف سليم بالتعديلات بالحذف بالاضافه بكل، المفروض يبقى تمام. ما اعرفش، المفروض يبقى تمام، ما نشوف هيحصل ايه. خلاص اقوم رن كده، ها يس بوم. قال لي الكونكشن مقفول. قلت له يا رزالتك يا اخي انت لذيذ قوي. قلت له خلاص يا عم، ال سي ام دي دوت الكونكشن دوت اوبن، افتح يا عم الكونكشن هنا. رجعنا عملنا ايه كده بقى؟ و سي ام دي دوت كونكشن دوت كلوز. ما احنا لما بنقلب الداتابيز، ما انت لازم انت دلوقتي في حاله تسييب، والابديت ده بيفتح الداتابيز برضه، والابديت ده برضه بيفتح الداتابيز عشان ياخد البيانات ويحطها جوه الداتابيز. فدي مرحله بقى ان هو بيقول لك انا عايز اسيب جوه الداتابيز، لازم يكون بيفتح الداتابيز ويقفلها. خلاص قول له ماشي، رن لي كده تاني. قال لي ها، قلت له ها انت يس. ايوه صح صح. دلوقتي طبعا دي طبعا نظرا للعلاقات بتاعه الجداول الثانيه والحته دي طبعا مش بتاعتنا احنا خالص، بس هو انضرب. بيقول لي في بعض الحقول انا ما قدرتش ادلتها لان في موظفين شغالين في الايه، في الاقسام اللي هتدلت دي. طبعا مش هينفع يدلتها ويدلت كل الاقسام ويدلت كل الموظفين ويدلت انه يعدي كده على جداول ثانيه. فطبعا دي غلطه مباحه. خلاص دي غلطه مباحه ان هو ما يقدرش يدلت الكلام ده كله. فاحنا كل اللي هنعمله ان احنا هنحط الكلام ده بين تراي ايه، تراي كاتش فاضيه من غير اي حاجه خالص، ان لو ضرب مش هنعرف نعمل معاه اي حاجه، لان معناها ان هي معناها ان في بيان مش هينفع يتمسح لانه مرتبط ببيانات اخرى، مرتبط ببيانات ايه اخرى. اعمل رن كده تاني. قلت له يس، دلت اللي دلته والبيانات اللي هي مرتبطه ما قدرش يدلتها، لكن المهم ضاف الحاجات دي ولا ما ضافهاش. 113 والكلام ده كله، اروح جوه الداتابيز. تو ديبارتمنت الداتا ادي 111 112 13 راح فين؟ 113 ما اتضافش.
ليه ما تضافش 113؟ عجيب قوي 113 ان هو ما تضافش. قال لي انت نسيت ان انت وقفت الكوماند بيلدر. يعني الكوماند بيلدر دلوقتي شغال اهو، يعني الكوماند بيلدر شغال، يبقى شغال بتاع انسيرت بس بقى، يبقى الكوماند بيلدر شغال بتاع انسيرت بس، وانت وقفت الكوماند بيلدر. قلت له يا راجل ادي الكوماند بيلدر اشغله لك. كنا بنجرب عشان نشوف فعلا هل الكوماند بيلدر مأثر ولا هو شغال كده. هنشوف دلوقتي. قلت له يس، عرض لي كله عادي، 113 مش عليه اي مشاكل، الضاف عادي. هروح على الجداول عندي، هدوس على الداتا، ادي 113 ايه الضاف. يبقى كوماند بيلدر مش بيعمل، ما عملش كله، ده عمل على قد ما قدر، عمل الانسيرت لكن ما قدرش يعمل ابديت ولا قدرش يعمل مين. والله ما عملش ابديت ولا عملش الايه، ما عملش ديليت، وعمل الانسيرت بس، كريت لي الانسيرت بناء على السلكت، لكن ما قدرش كريت لي مين الابديت ولا الايه ولا الديليت ولا الديليت. خلاص كده، يبقى احنا كده عملنا الثلاث اشكال بتوعنا، الاشكال بتوعنا كده خلصناهم. احنا لفينا لفه كده في اللي هي بتاعه الديليت دي، بس نظرا لان هي ما اشتغل، ان الكوماند بيلدر ما قامش بعمله اللي احنا كنا متوقعينه، اللي هو ما كريتش الابديت وما كريتش الايه الديليت، فما قدرش يكريت الابديت ولا الديليت ولا تشتغل صح. هو قدر يكريت الانسيرت بس وقدرنا نشتغل بيها، فاضطرينا احنا ندلب بايدينا، فاضطرينا احنا ندلب بايه دلب بايدينا لغايه لما نشوف هل في صرفه للموضوع ده ولا هو فعلا اخره كده. دي هبقى اشوفها برد عليكم فيها، لكن قدرنا لغايه دلوقتي نقدر نعمل. طبعا هنا المفروض اكس ام ال مشابه لل الداتابيز، الا بقى لو كان في قيم ما اتعدلتش في الابديت، قيم هنا ما ايه ما اتحدثتش، قيم يعني خانه خلاص. قد يكون اسم مثلا تيست بقى تيست تيست مثلا هنا متحدث، فطبعا هتقول له هقول لك مختلفين، هيقول لك ايه مختلفين، بس عشان نقدر نعمل تحديث يبقى لازم نعمل جمله ابديت بايدينا احنا، لازم نعمل جمله ابديت بايه بايدينا احنا، مش ما ينفعش. لا لو عملناها ديليت على حسب بقى الجدول برده، لو مرتبط مش هيقدر ايه، لو جدول مرتبط مش هيقدر ايه مش هيقدر يديليته لنا عشان يضيفه من اول وجديد، مش هيقدر يضيفه من اول وايه لو دي، يبقى احنا لازم مضطرين نعمل جمله الابديت بايه بايدينا خلاص. يا اما كوماند بيلدر يرجع يشتغل ويعمل الابديت لوحده،